إدانة كافالا أو لاقت إدانات دولية أوروبية واسعة، ولكن أول موقف عملي صدر من برلين من خلال استدعاء السفير. كيف تابعتم بداية هذه الخطوة التركية؟ طبعا منذ البداية ألمانيا كانت ضد اعتقال المعارض التركي كافالا وطالبت بالإفراج عنه طيلة الفترة الماضية، وبالتالي لم يكن مستبعدا أن تقدم وزارة الخارجية الألمانية على استدعاء السفير الألماني لإبلاغه بشكل واضح ومباشر بأن برلين ضد هذا الاعتقال وضد هذا الحكم الذي اعتبرته جائرا بحق كافالا وبحق أيضا المعارضين الآخرين، وبالتالي طالبت بالإفراج عنه وطالبت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تقوم بنفس هذه الخطوة. هذه المطالبات ليست جديدة على ألمانيا، ألمانيا سبق وأن استقبلت أيضا معارضين أتراك على أراضيها وصحفيين أتراك ودعمت أيضا حملات من أجل المطالبة بالإفراج عن معارضين سياسيين في تركيا. إذن هذه الخطوة ليست جديدة، وأعتقد أن ألمانيا سبق وأن لها لمحت بهذا الإطار وبهذه المطالبات. سيد زاهي، ألمانيا تعتبر أن دول في الاتحاد الأوروبي ستحذو حذوها، ولكن هل الموقف الألماني سيشهد تضامن أوروبي في ظل الدور الوسيط التركي فيما يخص الحرب الأوكرانية؟ هي ألمانيا طالبت ولكن لم تحدد من هي هذه الدول التي ستخطو أو ستقدم على هذه الخطوة. هي أرادت أن يكون هناك نوع من التضامن الأوروبي في هذا الإطار، أن يكون هناك أيضا رد فعل مباشر من بروكسل على هذا القرار وعلى هذا الحكم، من أجل إعطاء تركيا إشارة بأن الاتحاد الأوروبي غير راض عن هذه الخطوة وغير راض عن قمع المعارضة، وكذلك لإيصال رسالة، وهذا ما أكده أيضا وأكدت وزارة الخارجية اليوم، بأن هذا الحكم سيؤثر على العلاقات الثنائية بين ألمانيا وتركيا وكذلك بين تركيا والاتحاد الأوروبي. إذن هذه الخطوة من أجل الضغط على تركيا أملا منها بالإفراج عن المعارض كافالا وعن المعارضين الآخرين. يعني هل برلين قادرة على دفع الثمن وحدها، أم إنه الدول الأوروبية ستحذو حذوها في هذه النقطة تحديدا؟ في هذا الإطار لا يمكن الحديث عن دفع الثمن، ولكن هي أيضا عبارة عن خطوات دبلوماسية، عبارة عن خطوات يمكن أن تقوم بها الدول من أجل إبداء وجهة النظر الرافضة لمثل هذه الخطوات، لكن لا يمكن الحديث هنا عن دفع ثمن أو أن هذا سيؤثر بشكل كبير على العلاقات خاصة السياسية والاقتصادية بين ألمانيا وتركيا، لأن ألمانيا تعلم بأن دور تركيا في المنطقة مهم جدا، العلاقات الاقتصادية مع تركيا مهم جدا، ألمانيا تعلم بأن أيضا هناك جالية كبيرة في ألمانيا وجزء كبير من هذه الجالية داعم للرئيس التركي، وبالتالي لا أعتقد أن الحديث هنا يدور عن دفع الثمن أو تحميل بعض الأطراف جزء من الثمن، لكن هي عبارة عن محاولات من أجل الضغط على تركيا للإفراج عن المعارضين السياسيين. ولكن هل ستبقى فقط يعني محاولات ألمانية، أم سيتم يعني اتخاذ إجراءات مماثلة؟ هو لا يتم الاستبعاد، يعني ردات الفعل التركية شهدنا مثلها في السابق، وكان هناك بالفعل ردود فعل مختلفة من قبل تركيا على دول الاتحاد الأوروبي التي قامت بمثل هذه الخطوات، وبالتالي لا يستبعد أن تقوم تركيا أيضا بنفس الخطوات وأن تقدم على استدعاء السفراء إذا تم استدعاء السفراء في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن تركيا لها موقف واضح في مثل هذه القضايا وتعتبر أن هذه شؤون داخلية لا يمكن أو واستدعت لا تركيا السفير الألماني في أنقرة ردا على هذه الخطوة. نعم، وبالتالي هي هذه الخطوة تعتبرها تركيا بأنها أو هذا الشأن هو شأن داخلي تركي وأنه قرار سياسي تركي لا علاقة للدول الأخرى بها، وبالتالي أعتقد أن تركيا يعني موقفها واضح في هذا الإطار.